فل عليكم اعزائي المشاهدين، النهارده حلقه جديده وميديا زوم وفقرتنا الثانيه من البرنامج. النهارده هنتقابل معاكم في اول حلقه في السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده، واهم حاجه سنه كلها صحه. قبل ما نتكلم عن حلقتنا النهارده وعن فقرتنا، هرحب الاول واصبح على زميلتي شيماء. صباح الفل يا شيماء. صباح الخير عليك يا سحر، وصباح الخير على كل سادة مشاهدين برنامج ميديا زوم. ان شاء الله النهارده تكون حلقتنا مثمرة وفيها افادة كبيرة جدا ان شاء الله مع ضيفة حلقتنا. صباح الخير عليك يا سحر. صباح الفل. النهارده بقى حلقتنا كلها صحة وكلها تعافي باذن الله من اي اوجاع. حلقتنا النهارده هتتكلم عن ازاي نحل مشاكل كتير في جسمنا عن طريق اماكن كمان بعيده عن المكان اللي تعبنا. كلنا نعرف موضوع، يعني او مش كلنا، في ناس تعرفه وفي ناس ما تعرفوش، هو علم المنعكسات او علم الريفلكسولوجي. يعني هو اسمه يعني شويه تقيل، ولكن هو جاي من احنا عارفينه. هو ان اي عضو في جسمنا او اي حاجه في جسمنا ليها مقابل في الايد، في الاذن، في الرجل، فاحنا ممكن بالضغط على اماكن معينه نعالج الاجزاء دي في جسمنا. طبعا كل التفاصيل دي هنعرفها من ضيفتنا النهارده استاذه نوره جمعه، متخصصه في الطب الصيني وعلم المنعكسات. اهلا بك يا حبيبتي. تمام حبيبتي، الحمد لله. برحب بحضرتك يا كوتش نوره، صح كده؟ تمام. ايوه برحب بيكي، وان شاء الله النهارده يعني يكون حلقتنا كده مفيده للمشاهدين ان شاء الله، ولينا احنا كمان طبعا، لان احنا عايزين نستغلك اكتر كمان من المشاهدين. بس خلونا في الاول كده، يعني حضرتك تقولي لنا ايه هو علم الريفلكسولوجي؟ او علم الانعكاسات والطب الصيني والكلام ده كله، ودرستيه فين برضو بالظبط؟ تمام. هو علم الريفلكسولوجي خاص بالنقاط في الجسم، من خلال النقاط دي بنقدر نعالج حاجة بعيدة عن الجسم. يعني هو انعكاس، يعني مثلا ايه، في نقطة في ايديا اللي هي الايد الصبع الكبير ده، النقطة دي بتعالج الصداع مثلا اللي في الجسم. في نقطة عندنا، نقطة القولون عندنا الرئة، فمن خلال الضغط عليها فبتنعكس للعضو اللي في الجسم اللي احنا بنعالج بيه، عن طريق الايدين وعن طريق الرجلين وعن طريق الوجه وعن طريق الاذن. ففي نقاط كتيره جدا، وطبعا يعني كل عضو من ده محتاج تفاصيل كتيره جدا نحكي فيها ان شاء الله في حلقات قادمه. بالنسبه لعلم المنعكسات، فالاساس عندنا في الرجلين، في الريفلكسولوجي، الجسم منقسم يعني زي ما احنا قاعدين بالظبط كده، الرجل اليمين والرجل الشمال. الاعضاء اللي في الرجل اليمين هي نفس الاعضاء اللي في الرجل الشمال المنعكس ليها، ونفس الاعضاء في الجزء الثاني، وهكذا برضو الظهر والجسم. نفس الاتجاه يعني. نفس الاتجاه. وفي صور كتيره بتفصل ده كله بالتفصيل، يعني بعتها لحضرتك. يا ريت معانا الصور تكون معانا دلوقتي. تمام، اتفضلي كملي. تمام. فبالنسبة لعلم المنعكسات وكده، فهو علم عميق جدا. فإحنا من خلال مثلا لو حد عنده صداع، فممكن نضغط على الصابع الكبير ده، بناخد نفس، بنضغط ضغطة وبناخد نفس كده مجرد 3-4 مرات بطريقة معينة. لو إن شاء الله هنعمل عملي، لو حد عنده صداع وكده ممكن نعملها. لو في حد بالنسبة للفترة دي نزلات البرد والرئة والمشاكل اللي في التنفس وكده، فعندنا الرئة هنا في المنطقة دي، فإحنا بنضغط عليها بتدليك معين بطريقه معينه مع التنفس. انا دمجت التنفس مع الضغط، بيساعد كتير لان بيدخل اكسجين للجسم كتير، فبيساعد على تفريغ المشاعر وتفريغ الالم من الجزء اللي احنا بنضغط عليه. يعني معنى كده حضرتك تقصدي او بتقولي ان كفه ايدينا، او عفوا يعني القدم، مرايه لينا، صح كده؟ طبعا. طب احنا ممكن نوضح، هل بمعنى ايه يعني هل في بواقي الاجهزه العضويه الحيويه اللي احنا موجوده في جسمنا، مثلا من الرئه او الكبد او يعني ما شابه، في منها جزء يعني، ولا هي متوصله باعصاب ولا عضلات، ولا هي عباره عن ايه اصلا؟ هي متوصله بالاعصاب بتاعه الجسم والاعضاء بتاعه الجسم. يعني مثلا احنا عندنا في الطب الصيني بينقسم لمسارات في الجسم، فعندنا 14 مسار، مسار القولون، مسار المعدة، كل الأعضاء ليها مسارات في الجسم. والمسارات دي بتاخد من أول الصابع، يعني كل صوابعنا دي كل صابع فيه مسار،
يعني مثلا الصبع الصغير ده مسار القلب، مسار القلب ده فيه نقاط كتيره جدا، ممكن لو حد عنده مشكله في القلب الطاقه بتاعته مش متوازنه، فمن خلال مسار القلب ده بنضغط وبيعالج برده حاجات تانية. يعني مسار القلب مش خاص بس بالقلب، خاص باجزاء تانية في الجسم، فمن خلال الضغط عليها بطريقه معينه سواء بالرفلكسولوجي سواء بالابر الصينيه سواء بالحجامه، فكل المسارات دي نقدر نشتغل عليها حاجات كثيرة جدا. طيب انا ممكن اعمله لنفسي ولا لازم يكون متخصص هو اللي يعمله لي؟ هو طبعا من الافضل يكون متخصص، ولكن احنا في البيت يعني بالنسبه للرفلكسولوجي القدم والرجلين والاذن، الابر الصينيه والحجامه الحاجات دي لازم طبعا متخصص. اما بالنسبه للرفلكسولوجي سهل جدا، ممكن اي ام تعمله لابنها صغير في البيت، الطريقه بتاعته حتى لو يعني انا مش ممكن عارفه هي تتعلم النقاط دي وبالضغط عليها او التدليك النقطه اللي هي عايزاها او في الجزء اللي تعبان فعلا يعمل نتيجه. طبعا اكيد. يعني احنا مثلا عندنا لو في طفل عنده سخونيه وكده، احنا ممكن من خلال الصبع الكبير نضغط عليه بتدليك مثلا بنوع زيت معين، مثلا زيت السمسم، فالسخونيه بتاعت الجسم بتقل. فمثلا لو في حد عنده مشاكل في الحنجره، بنيجي على النقطه بتاعت الحنجره في المنطقة دي في الحتة دي كده، فبنضغط عليها بطريقة معينة بالتنفس. أنا بفرض للأم مش عارفة أي حاجة تماما في المسارات، هو كل نقطة في إيدينا في جسمنا بتعالج حاجة. حتى لو أنا ضغطت في النقطة اللي هي مش بتاعة الحاجة اللي أنا أقصد أعالجها، أكيد هتعالج حاجة في الجسم. وهو ده السؤال اللي أنا كنت فعلا عايزة أسأله حضرتك. يعني إحنا دلوقتي حضرتك بتوضحي إن مفروض إن أنا بدلك بطريقة معينة، تمام كده؟ هل لو انا دلكت بشكل خاطئ ممكن يبقى فيه ضرر مثلا؟ لا لا لا، هو الموضوع امن جدا. يعني ما فيش اي سايد افكت؟ لا لا لا، ما فيش اي حاجه من دي خالص. وممكن كمان نستخدم حاجات كتيره، يعني مثلا سيسايز زمان كانوا بيجيبوا ميه وملح، يعني كان بيجيب العادات الجميلة دي، فعلا احنا اصلا مفتقدينها. الناس كتيرة بترجع من الشغل محتاجة، بس اللي هي يحصل لها حالة من حالات الاسترخاء، فالملح مع المية الدافية، الملح اصلا بيسحب الطاقات الكهرومغناطيسية من الجسم، فبيساعد على الاسترخاء والهدوء. فمن خلال مثلا شوية مية بس كده زي زمان ما كانوا بيعملوا، وفيها مثلا نحط عليها نوع من انواع الزيوت، مثلا زيت النعناع او زيت اللافندر، بيساعد على انتعاش الجسم وكده. وبنبدا نضغط بطبيعه، يعني ما فيش مثلا طريقه معينه، لكن التدليك العام للجسم في طبعا طريقه معينه، طريقة من تحت لفوق حسب الدوره الدمويه. طيب. اما بالنسبه للرجلين فامن جدا، ممكن اي حد. طيب الموضوع ده بياخد وقت؟ يعني الجلسه بتاخد وقت ولا ليها وقت معين يعني، ولا مجرد يعني مثلا انا مثلا قاعده مع واحده صاحبتي وعندها مشكله في الصداع مثلا وكده، فانا هاخد معاها 10 دقائق بالظبط. لكن انا لو بعالج الجسم كله او حد هيجي يعمل معايا مثلا جلسه، فطبعا الجلسه بتكون ساعه كامله، او مثلا لو في ام بتعمل لابنها براحتها ما فيش مشكله. يعني احنا ممكن يعني انا عاجبني الكلام ده جدا بصراحه، بس احنا عايزين نشوف عملي بقى. فتعالوا نطلع فاصل ونرجع بقى مع نرجع عملي مع الحاله بقى. تمام ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا معاكم. بس خلونا ايه قبل ما نبدا كده في الفقره يعني العمليه كده قدام الناس، عايز اسال بس سؤال يعني جوه نفسي كده. يعني معنى كلام حضرتك اللي بتقوليه ده، هل معنى كده ان انا في يعني الافضل ان انا امشي مثلا في البيت حافيه في عز الثلج ده، ولا الافضل ان انا ادفي نفسي والبس حاجه؟ يا ريت لا، عشان انا بحب امشي حافيه بالذات في الثلج ده. يعني طبعا اصلا انا لو مشيت حافيه في البيت هيجي لي رطوبه، ده الطبيعي. يعني بالنسبه للبلاط والحاجات دي كلها غير صحية تماما. بس احنا احيانا ممكن نلبس شراب، نلبس اي حاجة خفيفة في رجلينا. اما لو انا هعمل ريفلكسولوجي بطريقة طبيعية وبصورة صحية جدا، وناس كتيرة بالذات الاطفال بيعملوها اصلا اول ما بيخرجوا المصيف، بيطلعوا مثلا في حديقة وكده، مجرد ما انا امشي على الخضرة والنجيلة والارض الطبيعية، الجسم اصلا بيبقى فيه طاقة كهربائية او كهرومغناطيسية. فالجسم بيهدى جدا جدا، حتى انت اصلا تحسي الاعضاء الجسم كلها بدات تشتغل بصوره صحيه جدا. ففي ناس مخصوص بيعملوا يعني عارفين القصه دي، فبيعملوا كل يوم مشي على نجيله، هتحسي اللي هم اليوم رمله برضه هي اي ارض طبيعيه، يعني اي حاجه بتهيألي هو الزلط. عناصر طبيعيه، يعني مثلا الزلط
ممكن تعملي مثلا حاجه معينه كده بالزلط، يعني الزلط العادي ده ممكن تمشي عليه يعمل لك ريفلكسولوجي. اللي بيتعمل دلوقتي ديكوريشن ده يعني حتى لو حطيتيه على السيراميك عادي وحطيتي الزلط وحطيتي عليه ودوست عليه فاصل، يعني يبقى فاصل بينها وبين بين العرض. يعني السيراميك ده خطر جدا طبعا، يعني بيعمل رطوبه في الجسم وبيزود حاجات كثيره احنا في غنى عنها يعني. طب دلوقتي بقى دلوقتي عايزين نشوف عملي كل الحاجات دي. وطبعا انا بشكر محمود زميلنا العزيز ان هو اتطوع وهنعالجك ببلاش بقى دلوقتي. بالظبط كده. نشوف استاذه نوره دلوقتي، اتفضلي. تمام. احنا نستغل برده كوتش نوره بعد الحلقه يعني ما تمشيش عشان احنا عندنا حاجات كتير يعني. تمام. هو احنا المفروض كنا نعمل في على رجلين بس ان شاء الله المرات القادمه باذن الله بيكون على رجلين اوضح، ولكن احنا دلوقتي هنعمل ممكن هنعمل على الايدين فقره اليد. اولا احنا في البدايه خالص بنبدا تعقيم، احنا نحتاج كده زوم كده على الايد صح كده؟ تمام. طيب ماشي، يا ريت الكاميرا معانا على قد ما نقدر. تمام اتفضل. تمام. احنا دلوقتي في البدايه خالص بنبدا تعقيم الايد، ده طبيعي يعني بغض النظر عن الظروف اللي احنا فيها، ده طبيعي عندنا اللي احنا بنبدا تعقيم الايد، وبنبدا اللي احنا كاننا بنسلم على الجسم عشان الجسم يعرفنا. يعني المعالج لما او اللي هو بيساعد حد في العلاج بيكون هو وهو في نفس الطاقة وفي نفس المشاعر، بيحس بالإحساس بتاعه كده، فلازم يكون في بينا تواصل. ده بيساعد جدا اللي أنا أقرأ الإحساس بتاعه والشعور بتاعه واللي هو يستقبل بسهولة. فببدأ اللي أنا يعني أحاول اللي أنا يعني أسلم على الجسم أو أعرفه بإيدي بجسمي وكده، وأبدأ أشوف الحالة الصحية بتاعة الجسم. فمثلا الجسم اللي هو شاحب، الايد اللي هي شحبه صفراء دي كلها بيبقى نقص في الاكسجين بتاع الجسم عامه وبيبقى ضعف. فاحنا ممكن من خلال التدليك، من خلال اللي احنا ندفي الايد، ننشط الدوره الدمويه في الايدين وكده. نبدا نشوف مثلا النقاط اللي احنا هنشتغل عليها. هو في تمرين كويس قوي انا بحب اعمله، ممكن المشاهدين برضو يقدروا يعملوه في البيت وكده. فاحنا عندنا في كل صوبع من ده مسار طاقي، مش لازم نعرفه بالظبط، يعني المختصين بيبقوا عارفين وعارفين كل نقطه فيه، عارفين ان كل حاجه وعارفين إن إيه في الجسم. كل حاجه تبع الجسم. انا دلوقتي مش عارفه اي حاجه تماما، بس انا لو ضغطت هنا انا كده بمشي على مسار القلب. تمام. فباخد بضغط وبخلي الشخص ياخد تنفس. طبعا التنفس بيساعد الجسم على الاسترخاء وضخ الاكسجين في الجسم وكده، والحاله الصحيه يعني اللي هو العلاج الذاتي للجسم. ففي علم خاص اصلا بالتنفس اللي هو العلاج بالتنفس وكده، وعلم عميق جدا يعني. التنفسات الطبيعيه اللي هي زي المديتيشن او يعني الاسترخاء يعني. في طريقه للتنفس صحيحه واحنا بنستخدمها برضو في التاملات وكده. هو لازم يعمل الخطوه دي علشان يجيب تاثير، يعني لازم يبقى يعمل التنفس مع الضغط. هو انا ضغطت يعني انا بالنسبه لي انا عشان درس تنفس وكده ضغطت الاثنين مع بعض، اللي هو الاثنين في واحد. يعني انا في نفس الوقت هضغط على المسار وهدخل الاكسجين للجسم، وفي نفس الوقت هساعد النقطه اللي انا ماسكاها في تفريغ المشاعر، لان الجسم بيخزن فيه كل المشاعر في كل الالام وكده. فانا ببدا اقول للشخص ياخد تنفس، بضغط انا على الصابع الصغير بقول له خد نفس عميق. يعني بص باسترخاء بهدوء، يعني حاول انت تكون هادي جدا مش شادد. والاسترخاء التنفس الصحيح اللي هو زي البيبي وهو صغير كده بشوفيه بطنه بتطلع وبتنزل. فبنبدا ناخد تنفس ونخرجه بسهوله. تمام. دي مثلا لو انا هعملها في البيت هعملها كم مره. انا اصلا مجرد ما اخد تنفس وضغطت على المسار ده فالمسار ده عندي بيتنشط، لانه بدايه مسار في الجسم. ده مسار مثلا، ده مسار القلب الصغير ده. عندنا مثلا انا دلوقتي الجو برد وتلج وكده، فعشان انشط عندنا مسار اسمه المسخن الثلاثي، بيساعد على تدفئه الجسم، اللي هو الصابع الثاني ده اللي بعد الصغير ده بنبدا اللي احنا ندلكه من تحت لفوق. ولا مش فارق؟ لا مش فارق. حلو. يعني هو مش فارق. فانا باخد يعني احنا بنحتاج الموضوع ده قوي يعني. يعني قبل الحلقه كده وانت ممكن تضغطي على الصابع الثاني ده وتاخدي تنفس وتحاولي اللي انت تهدي، هتحسي ان الدنيا بقت معاكي زي الفل باذن الله. واصلا التنفس بيساعد على الاسترخاء، فبتحسي ان الجسم كله بيتنشط. فاحنا بنضغط هنا على الصابع الثاني وبناخد نفس
وبنضغط على الصباع الثالث وناخد نفس. برضو ليه علاقه بالموضوع التدفئه ولا ده؟ لا ده احنا كده بنعمل للمشاهدين اللي هم لو هيعملوا في البيت ينشطوا المسارات. المسارات كلها يعني. يعني مش خاصه بحاجه معينه. مش خاصه بحاجه معينه. تمام. فباخد نفس، هو ده تمرين يعني ممكن نعمله. كمان نفس. بص، خد نفس من الانف خرج من الفم. تمام. انت بتدخن؟ باين. ناخد نفس. بنيجي للايد التانية برضو بنحاول ان احنا ناخد تنفسات. ناخد نفس كمان. نفس كمان. ناخد نفس. ناخد نفس. بالنسبة بقى اللي هو مدخن وكده، ففي هنا الرئتين في الجزء ده. تمام. فمن خلال بقى التدليك، وطبعا انت تساعد نفسك يعني الوقت اقل من دقيقه. وطبعا طيب. احنا برضو بنوعد المشاهدين ان احنا هنكرر نعيد تاني ان شاء الله كل يعني كل الاعضاء وكل الاجهزه ازاي بنقدر نعالجها. مش هروح الدكاتره بعد كده. احنا لا، الدكاتره مهمين طبعا يعني. بهزر طبعا، احنا ما نقدرش نستغنى عنهم. تمام، نكمل. بالنسبه هنا الرئتين، يعني هو لو هيعمل لنفسه ممكن يضغط هنا في النقطه دي بتاعه الرئتين، وبيبان تحت ايدينا بقى في الم. فببقى عارفه ان النقطه دي محتاجه تدليك اكتر. لغايه لما تخف. عندنا هنا القولون مثلا، ناس كتيره بتشتكي، تقريبا 99% من المصريين بيشتكوا من القولون يعني. فالنقطه دي اسمها القولون 4، دي عندنا في من النقاط المهمه جدا في الجسم. دي بتساعد على يعني مثلا لو حد عنده صداع وكده، بتخفف الصداع، بتخفف الالام بتاعه المعده، بتاعه القولون، بتاعه البطن، بتاع كله. يعني وقتنا خلص للاسف، وانا يعني انا نفسي مستمتعه جدا ومستفيده، بس مش يعني ما كملناش يعني. ومحمود لسه ما اتعالجش من كل حاجه كده. بشكر ضيفه حلقتنا استاذه نوره، او الكوتش نوره جمعه، متخصصه الطب الصيني وعلم الانعكاسات، عشان ما نقعدش برضه نظبط فيها. حضرتك نورتينا. العفو حبيبتي. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن حاجات اكتر ان شاء الله. رب العالمين. ميرسي، شكرا ليكم. وكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا. نكمل بعد الفاصل مع فقره تانية من ميديا زون ان شاء الله.